شو صار؟ شو بك يا غادة؟ بالسكين ماشي على المستشفى يلا. ما فينا اترك الماما ولا فيني ايدك هيك عم تنسفي، خلص مسكر علي الباب. ماما ما انا حرحة اتصل. غادة حبيبتي ما فيني ايدك هيك عم تنسفي، خلص وني بناخدها معنا. فاطم عمر لازم تروح معنا على المستشفى هلا، غادة لازم تشوف الحكيم بسرعة. شو هاليوم الحلو هيدا؟ عن جد حلو. بيت بلدي عقصوله، عيون. عادي تروعي معنا. مالي؟ عادي وردة عادي. بالإذن. هاي عمر. صارت تزيح بس يحكي يا عمر. يا رب تتمم على خير. بعد عم تسألك سؤالات محرجة عني؟ تقريبا. في قصة لازم تعرفيها بس بتكتميها لوقت اللي يجي يوم وفضحها. خير يا رب. ببقى بخبرك بس نكون لوحدنا. بس بعد ما فهمت شو اللي مضايقك هالقد؟ ما بعرف شيرين، عن جد ما بعرف شو صاير لي. صاير عم بحكي شو ما كان وعم ضايق الناس اللي بحبهم. ما بعرف يمكن يكون مضايقك. انا مضايقك بشي؟ لا لا ابدا ما في شي. انت ايمتى نازل؟ هلا بعد شوي نازلين، بس اوصل بحكيك. طيب اوكي تبع حالك. اوكي. دكتور عمر ما هيك؟ ايه. يخرب ذوقه شو مهضوم، كاملة معه من كل الميلات، شاب بجنن، شاب ما في بنت ما بتتمنى، شاب خلصنا. 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 اشرف روق. شد على جرح، شد على جرح هذا شوي. شو صاير لك هلا تامر؟ مش عارف، ضهري وجعني قوي مش عارف كده ليه. مبروق يعني؟ ما بعرفش بس حاسس بوجع أول مرة أحسه في حياتي. طيب يلا حبيبي قوم تحمم والبوس، ما بقى فينا نتأخر، ما بقى في وقت. وقت؟ وقت الإيه؟ وقت على الغدا. غدا إيه بس؟ لك شو بيك تامر؟ قلت لك عنا غدا مع تاني وصاحبته. يا بنتي بقول لك مش قادر اتحرك، مش قادر. يا علينا تامر، اليوم اخر نهار لقلي بيروت، مش حقعد فيه بالبيت. انت بتكلميني كده ليه؟ كيف يعني؟ مش عارف، واقفه عماله تبصي لي كانك بتشوفيني لاول مره، اكني راجل غريب مش حاسه بيا بوجعي، انت كل اللي همك الاكل وخروجه بس. هلا ما تعمل لي قصه كبيره لانه ظهرك عم يوجعك، كانه ما حدا وجعه ظهره، مش قصه حياه او موت يعني. طب سيبيني. سيبيني انا تعبان. طيب اوكي نام على ظهرك شوي. ما مهلك. اوكي. وهيك بعدك موجوع؟ يعني احسن شوي. يعني مش حتقدر تروح معي على الغدا؟ مش قادر بجد مش قادر. طيب رح حضر لك اكلك على صينيه وجيبها لهون، رح روح اتغدى وارجع بسرعه. اوكي سلامتك.